ان جملة من الامور التي تطرح الشارع على لغة بعضهم ينبغي طرحها هنا ايضا، لان الذي يطرح في الشارع يعتبر مشكلة، واذا اعتبر مشكلة كان حلها في ذمة الحوزة العلمية، في ذمة الحوزة الشريفة، من شغل من حبيبي اذا لم يكن هو شغل رجال الدين، ومسؤولية من اذا لم يكن هو مسؤولية رجال الدين على العين والرأس. لان انا وزود وعبود ندير ظهر من الدين ما علينا، نحن لا نعرف ولا نفهم، اذا ماذا نتيجة وجودنا، ولماذا ضربنا، ولماذا تعبنا، وعلى اي شيء اتبعنا الناس، وعلى اي شيء احسن الظن الناس بنا، ليس مجرد انه احنا ناكل وننام، هذا هو الاجحاف بعيد.